ماكدونالدز بيتبرع بجنيه من كل وجبه هابي ميل لاسرائيل. بيقولوا انه هتلر عذب اليهود في الهولوكوست في الحرب العالميه الثانيه. بيقولوا ان الشوارع كلها في اليابان مكيفه، تمشي في الشارع في اليابان ما تحسش باي حاجه، ولا حر ولا برد. بيقولوا ان في واحده في ماليزيا خلفت بنت عندها ثلاث رجلين وست ايدين وراسين. بيقولوا. الحقيقه الموضوع النهارده عن مصادر العلم والمعرفه. ازاي بنعرف ان احنا عارفين؟ ازاي بنتعلم؟ ازاي بناخد مصدر العلم؟ الحقيقه مصادر العلم من غير تعقيد ثلاث. اول مصدر خالص الحواس الخمسه، يعني شفت حاجه بعيني، سمعتها بودني، شمتها، دقتها، حسيت عليها، كل دي الحواس الخمسه بتديني واحد من مصادر العلم، وغالبا العلوم الطبيعيه كلها طالعه من الحواس الخمسه دي. الفكره انها مصدر علم يعتمد على المشاهده والتكرار، افتكروا الكلمتين دول. مصدر من العلوم يعتمد على ان انا شفت بعيني، سمعت بوداني، بالتكرار والمشاهده. مقصود ايه التكرار والمشاهده؟ يعني انا شفت الميه بتغلي عند درجه حراره 100، كل مره بحطها عند درجه حراره 100 بتغلي، شفت النار بتلسع، وهكذا. ده المصدر الاولاني. المصدر الثاني هو مصدر العقل، الاستنباط، الاستنتاج. من غير توقف بقى على مشاهده ولا تكرار، انا ممكن اتاكد انه لو الف بتساوي ب وب بتساوي ج، اذا الف بتساوي ج. مش مهم الف، مش مهم ب، ومش مهم ج اكون شفتهم قبل كده ولا لا، بس انا متاكد من المعادله دي، متاكد ان الواحد نص الاثنين، متاكد ان ما ينفعش يبقى في بنت اكبر من مامتها. يعني لو حد قال لي ان في ماليزيا بقى واحده ولدت بنت اكبر منها في السن، هقول له مستحيل، من غير ما اشوفها، من غير ما اروح هناك. دي المصدر الثاني من المعلومات او العلم والمعرفه، اللي هو العقل، الاستنتاج والاستنباط. المصدر الثالث، وهنا بقى انا اقف عنده شويه، هو مصدر النقل، النقل او الخبر. واحد جه يقول لي على فكره في حادثه على الكورنيش وانا جاي النهارده، واحد جه يقول لي ان طوكيو عاصمه اليابان. الفرق بين طوكيو عاصمه اليابان، انا ما رحتش اليابان وما شفتهاش، وعقلي لوحده كده ما استنتجش ان طوكيو هي عاصمه اليابان، ما عرفش يستنتجها من نفسه، فصدقت الشخص اللي جه قال لي ان طوكيو عاصمه اليابان. واحد تاني جه قال لي ان في حادثه النهارده على الكورنيش، برضو عقلي من نفسه كده ما استنتجش ان في حادثه على الكورنيش، وارد ما استحلهاش، لكن ما وصلهاش من نفسه، وانا ما شفتش الكورنيش ولا ساكن جنبه. انما المصدر الاخير ده اللي هو النقل او الخبر، نوعين، نوع بتاع طوكيو واليابان ونوع بتاع حادثه على الكورنيش. النوع الاولاني ده بيسموه متواتر. يعني ايه متواتر؟ باختصار شديد يعني معلومه قالها ناس كتير قوي عن ناس كتير قوي تانيين، عن ناس كتير قوي تالتين، دول ودول ودول ما عرفوش يتقابلوا مع بعض ويتواطؤوا على الكذب، او ان هم يشتغلوني ويقولوا لي على فكره طوكيو عاصمه اليابان. ده اسمه خبر قطعي. النوع الثاني اللي هو خبر الاحاد. يعني ايه احاد؟ يعني وصل من شخص واحد، من مصدر واحد. انا جيت قلت لك ان في حادثه النهارده على الكورنيش. حجم اليقين او القطعيه في المعلومه الثانيه دي مش كبير. يتوقف على ايه بقى؟ يتوقف عليا انا شخصيا اللي هو مصدر الخبر. هو انا متعود اكذب، وانا متعود اهزر، وانا ممكن اكون بنسى، فانا ممكن اكون شفت حادثه على الكورنيش اول امبارح بس انا افتكرتها النهارده. وهكذا. فيتوقف المصدر الثاني دوت على الشخص اللي قاله، قد يكون صحيح وقد يكون خطا. طيب ايه المطلوب بقى؟ ايه الهدف؟ يعني احنا قلنا كده المصادر الثلاثه، سواء اذا كان العقل او الخبر او الحواس الخمسه. المطلوب الحقيقه حاجتين. اول حاجه ان احنا واحنا بنتكلم واحنا بنتناقش واحنا بنتفق واحنا بنختلف واحنا بناخد قرار واحنا بنعمل اي حاجه، محتاجين نوحد المرجعية بتاعتنا إذا كانت هي ليها علاقة بالحواس أو بالعادة أو بالنقل أو بالعقل. لأنه كتير قوي بنختلف، واختلافنا دوت إن أنا بقول لك خبر حقيقة وقطعية، وأنت بتقول لي مثلا أنا مش مقتنع، يعني بتعديها على عقلك وعقلك بيقول لك لا دي ما تنفعش، دي مستحيلة. لو العقل مش مستحيلها يبقى ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، ونختلف ومش عارفين نوحد مرجعية الاختلاف دوت. لو وده اللي بيعمل كوليجنز بقى، ده اللي بيعمل الخناق والاشتباك والانفجار اللي احنا ممكن نبقى فيه. فأول حاجة احنا محتاجين نوحد مرجعية النقاش. نقول لحد مثلا بيقول لي
بالعقل، قضية عقلية يعني. بيقول لي إيه؟ القطة بتشرب اللبن، محمد بيشرب اللبن، يبقى محمد قطة. لا هو ده استدلال عقلي، بس اسمه استدلال عقلي فاسد. طيب، فبقوانين العقل الكلام ده ما ينفعش. لو واحد بقى بيقول لي انه في الحرب العالمية الثانية هتلر ما حرقش اليهود ولا حاجة، هنا محتاجين نتأكد من صحة الخبر. فدي الحاجة الأولانية، هي توحيد مرجعية النقاش. الحاجة الثانية ان انا افرق بين ما هو وجهة نظر وبين ما هو حقيقة. اللي هو حقيقة خلاص ده فاكت، ده النار بتلسع، عارف انها بتلسع، كلنا شفناها بتلسع. طوكيو عاصمة اليابان موضوع مش قابل قوي للنقاش، حقيقة لانها متواترة. الصيام مثلا عند المسلمين فرض. طيب الحكمة منه ايه؟ زمان وانا صغير قالوا لي انه عشان الفقير جعان طول الوقت، فعشان الغني يحس بقى ايه بمعاناة الفقير. انا اسف، انا مش هقبل التحليل ده، لان هو تحليل في الحقيقة، ما هوش خبر وما هوش بالحواس. الحقيقة هو تحليل عقلي انه عشان نحس بالفقير، لان ده معناه ان الفقير ما يصومش. في حد يعرف فقير ما مش مفروض يصوم؟ فقير لازم يصوم برضه. فدي الحاجة التانية الحقيقة، ان احنا نفرق بين ما هو حقيقة وبين ما هو وجهة نظر. آخر حاجة عايز أتكلم عليها هو علاقة بقى إيه العقل اللي هو ربنا ادهولنا علشان نحلل ونستنبط ونقول إن ألف بتساوي به وبه بتساوي جيم، وعلاقته بالعلم. مين فيهم السيد ومين فيهم الخادم؟ مين فيهم اللي أكبر ومين فيهم الصغير؟ الشاعر قال في الخناقة دي مناظرة كده جميلة بين العلم والعقل، فقال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا أحرزت غايته. وقال العقل: أنا الرحمن بيعرف. العقل بيقول ربنا عرفه بيا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ لما ربنا وصف نفسه في القرآن ما وصفش نفسه بالعاقل، وصف نفسه بإيه؟ بالعليم. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يبقى مين السيد؟ مين الخادم؟ السيد هو العلم. لازم يبقى عندنا مرجعية علمية. عقلنا لوحده مش كفاية، حتى الحواس الخمسة عندنا مش كفاية. آخر حاجة عايز أسيبكم بيها قاعدة سهلة قوي مكونة من 7 كلمات، لو عرفنا نطبقها هنرتاح كلنا. القاعدة دي بتقول: إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليل. شكراً وأشوفكم على خير.